عايش في نعمة وخير بسبب أمي ودعوات أمي. أنت عايش في خيرها. ربنا يكرمك ويسعدك. بس لو شفتك تاني هزعلك. أنا مفيش حد في الدنيا يقدر يزعلني. هي الناس دي إيه؟ ما يعرفوش ربنا. يا لهوي يا لهوي الهاونة يا غل. مش عايزة ابني يتكسر قدام نكرة زي ده. حلاوتك. عمل فيك إيه الواد ده؟ طلعت كيف ما بيحكوا عنك في التلفزيون؟ صوتك بيعلى على كبيرة البيت. ده مع الدشاش. ويرجع يرازي في خلق الله تاني. هتتنازل وهتشوف. يلا انت ليه كل اعدائك عاوزين ينتقموا منك؟ الواد اللي ابنك قتل امه هرب من المستشفى وتعدى الحساب. هرب ازاي؟ محارب يوميا الساعة 9 مساء على CBC في رمضان.